بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 26 بعد 120. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، يجيب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا المستمع حفظكم الله صالح من الرياض يقول: كلمة التوحيد لا إله إلا الله كثير من الناس يرددها في اليوم أكثر من مرة، فلو أعطيتموهم نبذة عنها وعن تحقيقها وماهية هذه الكلمة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن كلمة التوحيد لا إله إلا الله كلمة عظيمة بعث الله بها الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فكلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة تتكون من ركنين: النفي والإثبات. النفي لا إله تنفي جميع المعبودات غير الله سبحانه وتعالى وتبطل عبادتها، وكلمة الإثبات إلا الله تثبت العبادة لله وحده لا شريك له، لذلك سميت كلمة الإخلاص وكلمة التقوى والعروة الوثقى، فهي كلمة عظيمة، ولكن ليست مجرد كلمة تقال باللسان، إنها كلمة لها معنى ولها مقتضى، لها لفظ وهو لا إله إلا الله بركنيها النفي والإثبات، ولها معنى وهو إبطال كل معبود سوى الله وإثبات العبادة لله وحده. فمعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، وما سواه فهو معبود بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومقتضاها أن من قالها فإنه يجب عليه أن يحققها بالفعل، لأن لا يعبد إلا الله، أن يترك عبادة ما سواه من سائر المعبودات. العبادة إنما هي حق لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذه الكلمة لها قيود، ليست مجرد له، جاءت في الأحاديث الأخرى. فجاء في حديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، كما في حديث عتبان رضي الله عنه: من قال لا إله إلا الله وكفر بهذا الشرط وكفر بما يعبد من دون الله. أما الذي يقولها ولا يكفر بما يعبد من دون الله ولا ينكر ولا يتبرأ من عبادة غير الله ومن المشركين، فهذا لم يقلها بحق وإن نطق بها بلسان. وجاءت مقيدة بالإخلاص. قال أبو هريرة للرسول صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. وكما في الحديث الآخر: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بهذا القصد، يبتغي بذلك وجه الله. هذه قيود تدل على أنه ليس المراد من كلمة لا إله إلا الله مجرد النطق بها مع عدم العمل بمدلولها، فإن كثيرا يقولونها الآن ولكنهم يعبدون الموتى والقبور والأضرحة ويستغيثون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويدعونهم من دون الله: يا عبد القادر، يا جيلاني، يا علي، يا حسين، يا كذا وكذا كذا. هذا الشرك ناقض لا إله إلا الله وإن تلفظ بها، فلا تنفعه لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل من قوادح العقيدة الإسلامية
زيارة القبور والصلاة عندها والتمسح بها؟ لا شك أن هذا يقدح في العقيدة الإسلامية، زيارة القبور لأجل التبرك بها أو التمسح بجدرانها إن كانت مبنية أو ترابها، تبرك بذلك أو الصلاة عندها والدعاء عندها، فإن هذا يكون بدعة ووسيلة من وسائل الشرك، وطلب البركة من غير الله هو الشرك أيضا، هو الشرك بالله عز وجل. وكذلك البناء على القبور والغلو فيها، قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. فهذا يقدح في التوحيد، فإن كان يتعلق بالأموات ويخافهم ويرجوهم يستغيث بهم فهذا شرك أكبر، وإن كان يعتقد أن الأموات يشفعون له عند الله وأنهم يقربونه إلى الله فهذا وسيلة من وسائل الشرك وبدعة، بدعة ووسيلة من وسائل الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الأخير في هذه الرسالة الطويلة حقيقة، يسأل عن معنى المسلم وكيف يحقق هذه الكلمة وما معناها. المسلم كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام، وبقية الأعمال الصالحة كلها مكملات لهذه الأركان. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. نعم. ما الفرق بين المسلم والمؤمن؟ المسلم أعم من المؤمن. المسلم هو الذي يدخل في الإسلام وقد يكون ضعيف الإيمان، وأما المؤمن فهو الذي عنده إيمان قوي، عنده إسلام وعنده إيمان قوي بالله عز وجل. وقد يدخل في المسلم أيضا المنافق الذي يدخل في الإسلام ظاهر ويريد بذلك حظوظ الدنيا والعيش مع المسلمين، فتجرى عليه أحكام الإسلام ويقال له مسلم ولكنه غير مؤمن، لكنه غير مؤمن، فبينهما عموم وخصوص. نعم. أحسن الله إليكم. انتقل إلى رسالة بعثتها الأخت أم سعيد ولها ثلاثة أسئلة. سؤالها الأول تقول: ما هي الباقيات الصالحة يا شيخ؟ الأعمال الصالحة، كل الأعمال الصالحة والدعوات الطيبة فإنها هي الباقيات الصالحات. كلمات الطيبة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، وكل الأعمال الصالحة والأقوال الصالحة كلها تدخل في هذا، في الباقيات الصالحات. نعم. بارك الله فيكم. سؤالها الآخر تقول: هل النقاب محرم تحريما قطعيا؟ النقاب ليس محرما، النقاب مطلوب وهو تغطية وجه المرأة، إن حصل النقاب بالكامل هذا أفضل، وإن حصل النقاب وهو تغطية الوجه وإخراج العينين وما يسمى بالبرقع فهذا أيضا طيب لا بأس، إذا كان من عادة النساء لبسه فهو أنقص من الغطاء الكامل وأنقص من الحجاب الكامل، لكنه طيب. نعم. وفي العمرة والحج؟ هذا لغير المحرمة، أما المحرمة فلا تنتقب، تغطي وجهها بغير النقاب. نعم. سؤالها الآخر والأخير تقول: كم تمنيت أن أكون داعية لدين الله عز وجل علما بأني أحب الله ورسوله والمؤمنين حبا أتمنى به أن يجمعنا الله بجناته، فكيف أكون داعية إلى دين الله أتمنى المساعدة علما بأني امرأة أبلغ من العمر نحو 30 عاما؟ هذا يدل على خير إن شاء الله، وحبتك للخير وأهل الخير هذه علامة خير، علامة الإيمان، فأبشري بذلك. وأما الدعوة إلى الله أنت تدعين إلى الله حسب استطاعتك، حسب استطاعتك، وتدعين وتأمرين من في بيتك من بناتك ومن حولك في البيت من الصغار، تأمرينهم بالصلاة، تأمرينهم بالأعمال الطيبة، تنهينهم عن الأعمال المذمومة والأقوال غير الطيبة، تربينهم على طاعة الله عز وجل، هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. كل يدعو إلى الله على حسب استطاعته ومقدرته وبحسب ما عنده من العلم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى رسالة أخرى بعثها صالح اليحيى من القصيم، يقول: ما حكم أن يحرم الوالد الميراث عن ولده كعقاب له في هذه الحياة؟
حرام عليه، لا يجوز لأحد أن يحرم وارثا من ميراثه لأي سبب كان، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، هذا أعطاه الله إياه، لا يجوز لك أن تحرمه منه ولا تعاقبه بذلك، إن كنت تريد عقابه فبغير ذلك مما يشرع العقاب به، أما الحرمان من الميراث لم يشرع العقاب به وهو محرم. وجاء في الحديث أن من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله من ميراثه من الجنة، وما هذا معناه. نعم، بارك الله فيكم. في سؤاله آخر الرسالة يقول: وبالنسبة لبعض القبائل أو بعض العادات أن المرأة لا تورث، فما الحكم في ذلك؟ هذا باطل، كون المرأة لا تورث هذا باطل، قد ورثها الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، ليس لأحد أن يمنع. هذا كان في الجاهلية، كانوا يمنعون النساء والصبيان من الميراث ويقولون الميراث لمن ركب الخيل وحفظ الذمار وغير ذلك، هذه أمور جاهلية. الله جل وعلا ورث المرأة وورث الصغار وورث الأقارب، كلهم بحسب ما أعطاه الله عز وجل، ولا يجوز حرمان أحد من الميراث. نعم، أحسن الله إليكم. في هذا السياق هذا أحد الإخوة يسأل يقول: كيف يقسم أجار البيت بين الورثة إناث وذكور؟ إذا تراجع فيه المحكمة الشرعية تنظر فيه، ترسل لجنة لتقومه ويوزعه القاضي. نعم، أحسن الله إليكم. أنتقل إلى هذه الرسالة من أحد الأخوة المستمعين الكرام، مقيم يمني، يقول: ما حكم من يصلي وهو مستعجل، وبماذا تنصحونه، وما هي شروط الصلاة؟ العجلة التي تمنع الطمأنينة تبطل الصلاة، لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. قد صلى رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاء وسلم عليه، فقال له، رد عليه السلام وقال له: صل فإنك لم تصلي. فعل هذا عدة مرات حتى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له كيف يصلي، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بأركانها وواجباتها، ومنها الطمأنينة، حتى تطمئن، حتى تطمئن راكعة، حتى تطمئن ساجدة، كل ركن يقول له حتى تطمئن، دل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، فالذي لا يطمئن صلاته غير صحيحة. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. وأنتقل إلى هذا السؤال الذي يسأل حفظكم الله، يقول: ما حكم حضور مناسبات الأرحام إذا كان فيها بعض المخالفات الشرعية؟ حضور المناسبات إذا كان فيها منكرات لا يجوز إلا لمن يقدر على إزالة المنكر، ما من لا يقدر على إزالة المنكر فلا يجوز له أن يحضرها. نعم، بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر يقول: ما حكم الإسلام في الطلاق أثناء الحيض، هل يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز، هذا بالإجماع أنه ما يجوز. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طاهرات من غير مسيس، والطلاق في الحيض محرم، وإذا طلقها في الحيض فإنه يراجعها، يجب عليه أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، طلاق في الحيض محرم، يجب عليه أن يراجعها. إنما الخلاف هل يقع أو لا يقع، هذا محل الخلاف، هل يقع أو لا يقع. الجمهور على أنه يقع مع تحريمه، يكون آثما ويقع عليه الطلاق. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما توجيهكم في تبرج بعض النساء في بيت الله الحرام، لأني أحب بيت الله ولا أتحمل ما أراه؟ لا يجوز للنساء المسلمات أن يتبرجن لا في المسجد الحرام ولا في غيره، تبرجهن في المسجد الحرام أشد، لأن السيئة في الحرم تغلظ، السيئة في الحرم تغلظ، يجب عليهن أن يتقين الله، وهن جئن للعبادة ولطلب الأجر، فلا يتبرجن. الله جل وعلا قال لنساء نبيه: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ونساء النبي هن القدوة لنساء المؤمنين، وهن أمهات المؤمنين، والتبرج هو إظهار الزينة بالثياب بالحلي تطيب عند الخروج، كل هذا من التبرج، لأن فيه فتنة للمرأة وفتنة للرجال الذين يرونها، فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله وألا تتبرج إذا خرجت من بيتها سواء للمسجد أو لغير المسجد، أن تتقي الله في ذلك، وحتى إذا خرجت للتدريس
للدراسة للوظيفة عليها أن تلتزم بالآداب الشرعية، ومنها الحجاب الساتر لها، وعدم الاختلاط بالرجال، وعدم الخلوة مع الرجل في مكتب، في غرفة، في أي مكان، لا تخلو مع رجل ليس محرما لها أو زوجا لها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة، قال إياكم والدخول على النساء. قيل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو يعني قريب الزوج، الحمو الموت يعني أشد خطره، أشد. فلا تخلو مع رجل ليس من محارمها، سواء كان قريبا لزوجها أو غير قريب، لا تخلو معه، لا في مكتب ولا في سيارة ولا في أي مكان. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع سليمان من الرياض يقول: ما حكم صلاة المنفرد خلف الإمام، وما هي ضوابط ذلك؟ لا تصح صلاة المنفرد خلف الإمام أو خلف الصف. المنفرد إذا كان ليس هناك غيره مع الإمام فإنه يكون عن يمين الإمام، وأما إذا كان معه غيره فإنهم يكونون خلف الإمام. ولا يجوز للمسلم أن يصلي فذًا يعني منفردا خلف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لفذ خلف الصف. ورأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الأخوة، رمز لاسمه بعبد الله، يقول: ما هو المشروع في رؤية الخاطب لمخطوبته حيث أن هناك تجاوزات وقد يصل إلى المكالمات؟ المسموح به والمرخص به نظر الخاطب إلى مخطوبته أن ينظر إلى ما يرغبه فيها ويدعوه إلى الزواج بها، من النظر إلى وجهها، إلى كفيها، إلى شعر رأسها، ويكون ذلك بحضور وليها لا يخلو بها. وأما التكليم، إذا كان التكليم لمصلحة الخطبة والتفاهم فيما بينهم فلا بأس، وأما إذا كان لأجل الممازحة أو الضحك مع المرأة أو الكلام الذي فيه إطماع للرجل بها هذا لا يجوز، لا يجوز، وهو ما يسمى عندهم بالمغازلة، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، لهنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. في الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.